عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. بيك عايشة. اخترت اليوم باش تحكي معنا بخصوص موضوع الأفارقة وجودهم في تونس، حبيت تحكي بصفة عامة، معناها مانيش باش نركزوا على حاجة معينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع خذا حجم أكثر من الحجم نتاعو، والقاعد يتطور من يوم إلى آخر. اليوم رد الفعل ولا جهار، معناها ما عادش فما بتخبيه. ولا تكر وفر، هذه شد منا رجع منا رجع من غاديك، يهز من هنات يهزوا فيهم بلايص اخرى يعاودوا يرجعوا يعاودوا كذا. الموضوع ما يتعالج هكا، مش بالطريقه هذه. الطريقه تعالج بالطريقه نتاع الدوله. الدوله الهندراء قادره باش تفض الموضوع هذا ولا مش قادره؟ جهار في النهار. اش وصلهم هذوما جاوا لتونس؟ هذوما الجاسيين كيفاش جاوا؟ شنو هي سيفتهم؟ فما اتفاقيات وقعت مصحين فيها الحكومات السابقه، وخصوصا حكومه المهدي جمعه، وخصوصا منصف المرزوقي اللي مشى عمل نحى 23 تاشيره بفعل فاعل بعثوا الملك نتاع المغرب، تحاول بطلب من الملك المغرب جاء لهنا لتونس، وقعد برشا ناس تستنى فيه، وقعد يلم في 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 الشركات ويلم في الواحد، من جمله ما كلف المنصف المرزوقي هذا مشى جاب عمل 23 منع، فكانت تاشيره معناها للدول الافريقيه باش ما عادش يدخل تونس بدون فيزا بدون تاشيره. ممن جرى عليه فما هجره معاكسه جات معناها لتونس، لكن في الاثناء دخلوا الناس اخرين على الخط. الناس هذوما العصابات الكبيره جماعه العربي ما هو ما يسبب التخريب العربي، هذوما دخلوا على الخط واستغلوا الفرصه وعملوا نوع من التهجير للناس هذوما، فهموهم اللي تونس بلاد عبور وغير كذا، كي خرجت لهنا يبدلوا له اللغه. انا وشكون اللي ينشط هنا؟ ينشط الجمعيات اللي باسم حقوق الانسان وباسم الديمقراطيه وباسم كلام الفارغ اللي تحفظوه في التلفز والوعد. كان ثم ديمقراطيه ولا ثم ديمقراطيه ولا ثم حقوق الانسان، راهي طبقت على اهالي غزه، مش يعفسوهم هكاك والناس كل تتفرج والناس كل. لذا المواضيع هذه نتاع التشدق نتاع الكلام الفارغ ما عادش عندها حتى قيمه. نرجعوا للموضوع هذا الاصلي. الناس هذوما ولاو عملوا لهم قوانين، وبدات التشريعات في تونس، بدات في المجالس البلديه القديمه، المجالس معناها البرلمانيه القديمه، وبداوا باش ينبروا، وبداوا باش يعملوا لهم صيغه كيفاش ينجموا يقعدوا كيفاش ينجموا يستوتوا، وهذا من المشاركه في الاجرام اللي يقع. الدوله هذه غير قادره باش تفك المواضيع هذه، لان ثم التزامات دوليه، فما معاهدات وفما كذا. الدوله قداش بتفك من المعاهده وقداش من المعاهده باش تنحيها؟ هذا اللي خلق مشكل كبير. والنشطاء اللي يسميهم النشطاء هذوما اللي يجيو على طريق الخارج منهم الكامرونيه هذيك اللي تم ايقافها، هذوما ناس مجرمين كريمينال، سون دي كريمينال. وكا هذيك جمعيه تونس هذيك تاع بلا حدود ولا شنيا ولا شبوكوا، وكلام فارغ معناه، وناس تاخذ فلوس كبيره ويأكدوا في وجودهم واحد. الهدف هو التوطين، مثل ما وقع في فلسطين عام 47 وقع تهجير 20,000 يهودي. اليوم النتيجه فما دوله نتاع دوله اسرائيل، واللي الشعب الفلسطيني الشعب الاصلي خرج مترد مهاجر من البلاد نتاعو. هذا اللي كانوا حبوا يجريوا عليه وحبوا يخلطوا له. وفما برشا محاولات راهي سابقه خلاف هذه، وصلوا معناها حتى عملوا تقييم للعائلات التونسيه الالقاب باش كل واحد يهاجروه الشيره نتاعو باش تفرغ هذه تعتبر افريقيا السوداء ماشي افريقيا البيضاء، ولا احنا ما عندناش بشره، الناس كل كيف افضلكم عند الله اتقاكم، هذا ما نقولوش الكلام هذايا. اما لكن هذا بفعل فعل. اوروبا ولا يمثل على الانسان مش كيما النفايات، باش تتخلص من النفايات نتاعها كانت تتخلص فيه معنا نحن. نفس الشيء بالنسبه للاشخاص هذوما الجاسيين، كي ولاو كثروا عليهم ولاو يجيبوا فيهم لهنا. كيما توا لقاو طريقه جديده اخرى، لازم حتى الناس لازم تفهم. اللي اوروبا كامله توا حتى التوانسه والمغاربه والجزائريه ولاو يهاجروا فيهم للمجر. يوطنوا فيهم غاديكا. تروح ولا تمشي المجر كلمتين. معناها باش تفهم وراو عمل مسترسل وعمل تاع خدمه نتاع شواطن وخدمه نتاع مجرمين نتاع اجرام عصابات هذه مسيبه اليوم الدوله توا معناها فما بنايه جديده في تتاوين ولا ما عرفش حي سكني ولا كيفاش سكنوه. انا الدوله قاعده تساهم بطريقه او باخرى في في في, في استقرارهم. ماهوش حل هذا، ماهوش حل، مش يلزم الحل يلقاو حل. مش نلقاو احنا المواطنين معني نجموا عندنا لا الدوله لا لا نتاع حلول، لكن احنا ما نجموا نعملوا شيء. احنا توا كيما قلت لك المواطنين ينجموا يشاركوا بحاجه بركه، هو الخدمه ما يخدموش وما يسكنش، زاد حتى من الحرام حرام، ناسك تشوف فيهم ما عندوش حتى مشاكل.
هما انسان كانسان ما انا مرحبا به من غير اني ما فهمش نقاش. يقصد ما عنديش مشكله احنا الجمله كانسان حتى تحديث ما نجمو نحكيو فيه. فقط المشاكل وخاصه في سبيكس المشاكل هذه قاعده تتفاقم وقاعده تكبر لسبب بسيط. وكونهم فهمتوا لا بداوا ثم تذييق عليهم كبير. التذييق هذا يولد العنف والعنف يولد الاجرام والاجرام يخلف كوارث اللي عمرك ما تنجم تخيلها في عقلك. وهذوما ناس حتى بدنيا صحاح وجسمانيا معناها قويين. ما شاء الله ما نوصلوش للامور هذه. ان شاء الله. لكن المشاكل هذه من القوم كان كما قلت لك في صفاقس وجرجيس مثلا في العاصمه هوني ما نجموش نلقاو الافارقه عاملين مشاكل معانا. بالنسبه للمدن مش ما نقولش العاصمه، المدن يسكنوا فيهم المقيمين. اللي عندهم الكوارث واللي عندهم الاوراق. هذوما ناس ما تراش منهم حتى شيء. هذوما ناس انسان منظم يسميوه. هو ممتعنا معناها الناس عاقلين متربين يخدم على روحه ويركب في الكار ويسوق ويعمل كل لكن هذوما عندهم مشاكل. وعلاش انت قلتي المناطق هذه؟ المناطق هذه وقع اختيارها بالذمه لانها هي نقطه نتاع عبور وفهموهم هما باش يكون هكاك من بعد فهموهم اللي نجموا يستوطنوا ينجموا يخدموا ينجموا يعيشوا ينجموا كبرت الحكايه ودخلنا في متاهات اللي ما نجمش حتى واحد يفكها. هذا هو انت يا مسيو اللي تراه مناسب. الحل هاني قلت لك الحل بالنسبه لاي انسان باسم التوانسه الكل اي انسان يجينا بوراقه مرحبا به. ما عندش مشكله. حتى مشكله. بالنسبه للناس الاخرين فهمتوا لا يلزمهم يروحوا في اسرع وقت. الدوله لازمها تسفرهم مهما كانت التكاليف، وان كانت الدوله راهي عاجزه باش تسفرهم حسب القوانين مش حسب الواحد مش عاجزه. عاجزه هذا هو. هذا هو. هو احنا مسيو التوانسه ما كانتش عندنا مشكله حتى مع المهاجرين اللي معناها ما عندهمش اوراق. الا ما صارت المشاكل اللي قاعدين نسمعوا فيها. هذه قلنا لك هذه موضوع معناها وقع افتعاله لضرب استقرار البلاد ومش ينجموا ياخذوها كارتة للضغط على الدوله ونوع من التقوي معناها بالنسبه للعصابه الثانيه اللي بتاع الخلف. العصابه الخلفيه تستعمل في الكارتة نتاع الجاسيين للضغط على الدوله. هذا هو. لكن نسمعوا البريود اللي فاتت دزوا امني من البلاس. اي هي لا هذا تو هذا بخلاف الجرائم الاخرى معناها. العنف والجرائم متولد عند الانسان مهما كان في اي مكان وفي اي زمان. ما نبداوش نهولوا في الامور. لكن هما غدك تحت الضغط نتاع المجاعه ونتاع الترميد ونتاع ما عادش لاقيين وين يسكنوا ما عادش لاقيين. رد فعل هذا رد فعل وهذا معناها ما فيش حتى نقاش. هذا هو. نخلي لك الكلمه الاخرى مسيو. الكلمه الاخرى لازمها الدوله تفيق على روحها وتصلح وضعيتها. هذا هو فما حتى حل اخر. اي صح.